رمضان بيخلص من هنا وموسم التزاوج بيبدأ من هنا، ومع آخر أغنية والله لسه بدري يا شهر الصيام تلحم أغنية طلي بالأبيض يا زهرة نساء. كان في برنامج بنتفرج عليه يوم الجمعة بعد الصلاة اسمه عالم الحيوان، البرنامج ده يبدأ من هنا يعدي عليه دقيقتين يخش في فقرة موسم التزاوج. موسم التزاوج عند الحيتان، موسم التزاوج عند الأفيال. سيبكوا بقى من كل الحيوانات دي، أنا جاي أتكلم عن موسم التزاوج عند البني أدمين. موسم التزاوج عند البني أدمين في مصر بيبتدي من تاني يوم العيد، إشي بقى خطوبات على كتب كتاب على دخلة والأمر ما يسلمش، وتلاقي القاعة 20 بقت 40 والدي جي اللي كان ب2000 بقى ب4، ويا قلبي لا تحزن فلوس. سيبك بقى من كل ده عشان دي لفة العريس، انا جاي اكلمك انتي كعروسة. بصي يا حبيبتي، حاجة العروسة ما بتخلص ابدا، لغاية يوم الفرح الصبح وانتي قاعدة بتحطي ميك اب فاكرة ان المقوار ماما نسيت تجيبه، بتكلمي خالتك تروح تجيبهولك عشان تحطهولك في الدرج، مش هنخلص. لو كنتي فاكرة ان حاجتك هتخلص او شقتك هتتقفل، ودي اكذوبة ورحلة راح فيها بنات ياما. هحكي لك على حاجة، من كام يوم كنا رايحين نفرش شقة عروسة اللي هي بنت جارتنا، طلعنا وتحت بيت ام فاروق وعملنا الشويتين دول ودخلنا العزال، وهوب لقينا البت فجأة طالعة تصوت من المطبخ، قال ايه؟ نسيت قطعت البيت. واحنا لسه بنسكت في البيت ونهديها نلاقي واحده خارجه من جوه بتقولك ده احنا نسينا مفاريش الدولاب، حطينا دي على دي، وهوب لقينا واحده ثالثه جايه تقول ده احنا نسينا كفر الريموت. انا بقى ما استحملتش قلت لهم بس ستوب، كل الستات تجمع هنا، ورحنا جايبين ورقه وقلم وجريد يا ست انت وهي النواقص. وبما ان انا قائده المعركه قسمت القوات، شويه يقعدوا يفرشوا وشويه يطلعوا يجيبوا النواقص، ورحت خليت الواد محمود العريس طلب لنا اوبر، وهوب طلعنا على العتبه بالورقه. وانا بصراحه ماليش خلق على الفرش ده، انا احب اللف، رحت معاهم. لو ما بتحبيش اللف كملي بقى الفيديو علشان اقول لك خلاصه العتبه. عندك العتبه متقسمه شوارع وكل شارع متخصص في حاجه، انزلي عند المسرح القومي ودي ظهرك ليه، هتلاقي في وشك شارع الساعات، اي ساعات حوائط ناقصه هتلاقيها هناك. خلصتي ارجعي عند المسرح تاني واضربي يمين هتلاقي شارع عبد العزيز في وشك، ارجعي للمسرح القومي هتلاقي على يمينك مكتب البريد، في ظهره شارع الكهرباء، ناقصك لمض اباجورات اي حاجه تخص الكهرباء هتلاقيها هناك. وانا بنصحك يا حبيبتي نصيحه مني، هاتي لمض بزياده، هي حاجه الكهرباء على العريس وانا عارفه، بس هتطلب انه يغير لك لمبه هتقعدي فيها 3 سنين. المره دي بقى مش هقول لك ارجعي عند المسرح القومي، هقول لك ارجعي عند مكتب البريد. لو حماتك اتخانقت معاكي علشان انت نسيتي تجيبي الهاند بلندر، شارع عبد العزيز جنبك، هاتيه في ايدك وانت جاي. واي رفايع كهربائيه او اي اجهزه كهربائيه انت نسيتيها وما جبتيهاش هاتيها في ايدك وانت جاي. نخلص بقى عبد العزيز ونرجع على جراش العتبه، ادي ظهرك للجراش وخشي شمال هتلاقي شارع الرويعي، اي بقى مواسير ستاير اكسسوارات تخص الستاير اكسسوارات حمام هتلاقيها هناك، روقي بقى على نفسك. وفي بقى اكسسوارات كتير هناك جديده للمطبخ، درج تزقيه يرجع لك تاني يقول لك اهلا وسهلا، سبتك كده تطلع لك من المطبخ لما تحتاجي حاجه، رف يتفتح لوحده ويتقفل، حاجات كتير. خلصتي شراء ورجعتي الليسته اللي معاكي وحطيتي فواتيرك في شنطتك، مش هقول لك ارجعي على المسرح القومي، هقول لك وقفي تاكسي وروحي عشان انت اتهديتي، وروحتي البيت وخدتي دشك وحطيتي حمام الكريم بتاعك وخرجتي من الحمام وافتكرتي ان في 3 حاجات ما جاتش، يا لهوي زي ما قلت لك في اول الفيديو، لاخر لحظه واليوم الفرح هتفتكري ان انت ناسيه حاجه، اصل الجواز ده عامل زي السفر، دايما الشنطه مفتوحه لغايه ما الشنطه تتحط في الطياره، ربنا يسترها بقى عليكي يا حبيبتي انت وهي وشنطتك توصل المطار بالسلامه.